على هامش حضوره حفل الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجرالله على مواصلة دعم دولة الكويت لجهود الأمم المتحدة في كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والأمن الدوليين. بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتفل بيت الأمم المتحدة بدولة الكويت بالميثاق العالمي الأول للأمم المتحدة الصادر في أكتوبر عام 1945 وسط حضور دبلوماسي رفيع المستوى. أنا أرحب بكم في رحاب بيت الأمم المتحدة لإحياء ذكرى إعلان ميثاقها والاحتفال بيومها. هذه المنظمة العريقة التي تضم كافة دول العالم وتسعى إلى الحفاظ على أمنه واستقراره ونمائه والحفاظ عليه عبر وكالاتها المتخصصة والتي تغطي أنشطتها كافة مظاهر الحياة البشرية. وعلى هامش حضوره للحفلة، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجرالله على مواصلة دعم دولة الكويت لجهود الأمم المتحدة في كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والأمن الدوليين. علاقتنا وثيقة وتاريخية وحيوية ومهمة مع الأمم المتحدة، وستبقى هذه العلاقة التاريخية المتميزة مع الأمم المتحدة، وسنواصل دورنا في المحافل الدولية في أروقة الأمم المتحدة لدعم هذه المنظمة الدولية العريقة، ونتمنى في هذه المناسبة أيضا أن تطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها وبدورها التاريخي في الحفظ الأمن والسلام في المنطقة.